السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير. نتمنى تكونوا كاملين بألف خير وعلى خير. اليوم كيف القاعده جبت لكم واحد الطرطه اللي هي بسيطه وفي متناول الجميع، وهي بالاخص صالحه لحميه الكيتو ولجميع الانواع ديال الحميات، وخاصه لاصحاب داء السكري كنصحهم بهاد الطرطات. منها ما يحرموش راسهم من الحلو، وميم طوم متاثرهمش على المرض ديالهم وعلى ارتفاع السكر في الدم. اذا الا بغيتوا الطريقه والمقادير نتاع الطخطه ديالنا نتاع الكرومبول ديال الفخيز والفرومبواز، ما عليكم الكيتون بطبيعه الحال، ما عليكم الا تدخلوا وتتابعوا معايا الفيديو الى الاخر. عزيزاتي اعزائي، غادي نمروا المقادير ديال الكرامبل ديالنا نتاع اليوم ديال الفخاز. اذا شنو عندنا في المقادير؟ عندي جوج كيسان ديال دقيق اللوز وجوج كيسان ديال دقيق الكوك، وعندي 200 غرام ديال الزبده مقطعه الى مربعات صغيره وبارده، وعندي واحد ملعقه صغيره ديال الفانيلا، وعندي 3 أو 4 المعالق ديال السكر ستيفيا على حسب نتوما كي كتبغيو الحلاوه، وعندي هنايا مربى بحال نقولوا حنا مربى او لا اون صوص ديال الفخيز انا طيبتها. درت هنايا المقادير المقدار اللي بغيتو نتوما ديال الفخيز. عندي فخيز وفرومبواز هنايا كان كونجلي، ما زدتلوش الماء غير داك الثلج اللي كان كونجلي فيه، ودرت له جوج معالق د الحامض وخليته يطيب حتى طاب، زدت له واحد 3 المعالق نتاع السكر ستيفيا صافي. اذا الان غادي نمروا الى الطريقه، غادي نكبوا كاع المحتويات ديالنا في الاول، وغادي نبقاو غادي نبقاو كنجمعوه بالزبده حتى يتجمع لنا مزيان. اذا ما في الكيتو ما كنحرموا راسنا حتى تمشي حلويات، ولكن كنديروا حلويات اللي هي صالحه لريجيم الكيتو. اذا كنخلط هذا الشيء ونبقى كنجمع فيه. غادي ندير فيه واحد رشه ديال الملحه، يعني نقولوا حنا قبصه غير القاعده وصافي، اللي بغى يتجاوزها يتجاوزها. اذا دابا غادي نبداو كنجمعوا الدقيق ديالنا بالزبده حتى يتجمع لنا مزيان، يولي يتبعز عندنا ويتجمع كعقدة. دابا البنات غادي نزيد السكر والفانيلا. السكر البنات انا غادي ندير 3 ديال ستيفيا، وغادي ندير معلقه ديال الفانيلا ونزيد نجمع. الفانيلا السائله ما كتكونش فيها السكر، ماشي بحال هذيك بودغ كيكون فيها السنيده، ما تصلحش للكيتو، غير الكيتو تصلح. هي العجينه ديالي بدات كتجمع، هنا درت 200 غرام كما قلت لكم الزبده، اللي هي نقولوا حنايا فيها نسبه الدهون تقريبا 99%، يعني نقولوا بقريه صح حيواني. يمكن لكم ديروا القشده وديروا الفرماج، كل واحد كيفاش كيعجبو المذاق. غادي
اللي عندنا على هذا الشكل الدقيق بحال الرملي مرمل. ما نقولكمش على الرويحه ديال الكوك الفانيلا رائعه جدا. غادي نزيد لها واحد مربع. الان العجين كيولى لنا البنات، شوفوا مرمل شاطلي غير هاد الربعه ديال الطماط من 200 غرام ديال الزبده. دابا نجيب له مول ديالي وغادي نحاول نبسط العجينه. غادي نبسطها كامله هنايا، غادي نخلي غير اللي غادي نديرو الفوق. نعمر كاع الجوان بعد مدا كنقطع عليه باش يجينا بحال لاباز ديال الطاخت. دابا كتشوفوني مزيان، كتشوفوني باردون، كتشوفوني كنديرها مزيان هكذا. غادي ندخلها 12 دقيقة للفرن حتى تتماسك مزيان، طيب تقصح عادي مكلي نكمل ليها الطريقة. الفرن خصو يكون سخون. انا غادي ندير له 180 درجة لمدة 12 دقيقة أو لا 10 دقائق صديقون. تنشوفها بدات كتحمر لي من الجوانب وشربت قصحت يعني شوية. هذا غادي نزيد عليه شوية ديال دقيق اللوز باش غادي نديرو من الفوق، نفردتو من الفوق حيت أنا بقالي قليل. غادي نزيد شوية واحد نص كاس، ممكن لكم تزيدوه دقيق مخلط يعني كوكو واللوز، أنا نديرو غير لوز. والآن هاهي وجدت لنا طابت نص هانتوما البنات، بردات شوية خليتها حتى بردات شوية. ودابا غادي نفردها نكب عليها هاد بحال كونفيتور دو فرامبواز و دو فريز، وغادي نحاول نديرو على جميع لا سيرفاز. كتجي غزالة وسهلة بسيطة دغيا كتوجد. غنحاول نوزع هاد الكونفيتور او معجون فرامبواز والفريز. اللي مصاوب بطريقه كيتونيه يعني ماشي السكر بستيفيا ديالو كيجي رائع جدا. كلها تعمر فوالا والان غادي نفردتو. انا زدت كاس نتاع دقيق اللوز يعني اللوز مطحون، اللوز كنشري ايفيلي وكنطحنوه البنات، كنعجن به الخبز وندير به الحلويات ما كنحرمش راسي. اذا الان غادي ندخلها للفرن حتى تتحمر مزيان. من بعد ما طابت وجدت لنا قطعتها الى قطع مربعات، حيدتها من المول. يلاه راه مازال سخيخه، مازال درت فيها
مرمله البنات مرمله، وما تبقى لي من داك المربى زدت اضف شي واحد المعلقه هنا لان انا كنحمق على شي حاجه كيقول لها فرومبواز الخاز. والان غندوق معكم. اوه هشيشة هشيشة بزاف، صحة وراحة. وانتو حماتي سمحوا لي بزاف. بسم الله. رائع، مازال سخونة. مذاق رائع. وبهذا نكون انهيت الفيديو نتاع اليوم، وكنقول للناس اللي انضموا الى القناة ديالنا الف مرحبا بكم عندنا، نتمنى نكونوا عند حسن الظن ديالكم. وبالنسبة جميع المقادير غتلقاوهم في صندوق الوصف الأسفل، وكذلك الرابط نتاع الفيديو باش يمكنكم تشاركوه وتبارطاجوه مع العائلة والأصدقاء والحباب في القاعدة. وبهذا كنقول لكم قبلة كبيرة لكلكم المتتبعين ديالي والمتتبعين والمتتبعات، أشكركم دائما على الوفاء ديالكم على الكلمة الطيبة رغم أنها قليلة لي كومونتيغ، ولكن كنفرح بزاف حيت كنلقى دي كومونتيغ. نتمنى يكونوا عندي بزاف لي كومونتيغ باش نقراهم كاملين وتسعدوني بهم. ولهذا نقول لكم احبائي حبيباتي مع السلامه.